ومن العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. حيث كشفت مصادر برلمانية مطلعة أن مجلس النواب لن ينظر أي تعديلات دستورية خلال هذا العام، مشيرة إلى أن دور الانعقاد الثالث والذي سوف ينطلق أكتوبر المقبل سيشهد تعديلات تشريعية عديدة. وأضافت المصادر أن ما حدث خلال الأيام الماضية من حديث حول تعديل مدة الرئيس ما هو إلا اجتهادات وآراء فردية من بعض النواب. بنرحب في الاستوديو بالدكتور وسيم السيسي، استاذ وعالم المصريات. اهلا بك دكتور. اهلا وسهلا بك. اهلا استاذ وسيم. يعني دكتور وسيم. دكتور عفوا. فكره طرح التعديل الدستوري في الوقت الراهن لاقت العديد من الاعتراضات والهجوم الكبير، خاصه ممن شاركوا في وضع وكتابه الدستور. ما هي قراءتك في هذا الشان؟ أولا أنا كنت عضو في لجنة 50، يعني أنا كنت من المشاركين في هذه اللجنة، وأنا شايف أن برضو ممكن عمل تعديلات بس على شرط ما يتفق مع الصالح العام وصالح الشعب نفسه. إنما نيجي نقول تعديل مدة الرئيس أو إلى آخره، لا. أنا واثق تماما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه لن يقبل هذا، وأتمنى أن هو يعلن بنفسه ويقول لهؤلاء المزايدين أنا لن أزيد هذه المدة من 4 سنوات إلى 6 سنوات، إنما هي 4 سنوات قابلة للتجديد. وطبعا من التجديد أنا واثق أنه يعني سينال حب هذا الشعب مرة ثانية في صندوق الانتخابات.